يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. اسمع وتأمل فكر لا تعجل، اسمع وتأمل فكر لا تعجل، شاركنا في حل فوازير صغار، شاركنا في حل فوازير صغار. للفايز معنا كلنا باركنا، للفايز معنا كلنا باركنا، في فزورتنا متعة وأفكار، في فزورتنا متعة وأفكار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا روضة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا روضة فوازير صغار، فوازير صغار، فوازير صغار. فزورة اليوم. الله به قد ميزنا فضلا عن كل الأحياء، فبه نفهم وبه نعقل ونميز بين الأشياء، وبه نبدع وبه نصنع يأخذنا نحو العليا. أوله عين مفتوحة فكروا معنا يا نجباء، فكروا معنا يا نجباء، فكروا معنا يا نجباء. هل عرفتم؟ سوف نعيد مرة أخرى. الله به قد ميزنا فضلا عن كل الأحياء، فبه نفهم وبه نعقل ونميز بين الأشياء، وبه نبدع وبه نصنع يأخذنا نحو العليا. أوله عين مفتوحة فكروا معنا يا نجباء، فكروا معنا يا نجباء، فكروا معنا يا نجباء. فما هو؟ مشاهدين الأعزاء، لتشارك في حل الفزورة التالية ما عليك سوى الدخول إلى متجر قناة أطفال ومواهب، ومن ثم ادخل إلى قسم فوازير صغار، ثم ادخل على الفزورة التي تريد الإجابة عليها، وبعدها انزل للأسفل ستجد مستطيلا فارغا للإجابة، ضع إجابتك فيه ثم اضغط على إضافة للسلة، وادخل لسلة الشراء وأتمم العملية باختيار طريقة الدفع التي تريدها. شارك معنا لفرصة الحصول على جوائز قيمة، نسعد بمشاركتكم. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. اسمع وتأمل فكر لا تعجل، اسمع وتأمل فكر لا تعجل، شاركنا في حل فوازير صغار، شاركنا في حل فوازير صغار. للفايز معنا كلنا باركنا، للفايز معنا كلنا باركنا، في فزورتنا متعة وأفكار، في فزورتنا متعة وأفكار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا روضة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا روضة فوازير صغار، فوازير صغار.